الفساد من قضية سرقة أموال الدولة بتفاصيل وتحت أغطية متعددة وإلى ظاهرة. اليوم فساد ظاهرة، أصبحت ظاهرة، كل من يقول أقول أروح أذهب للداخلية إلى المرور إلى الجوازات ماكو فساد، فهو فساد فردي حكومي ما أدري يعني. هذا يحتاج إلى أجهزة تكشف هاي الأمور. اللي يذهب إلى وزارة المالية وإلى الجمارك ماكو فساد فهو مشتبه، اللي يذهب إلى المحافظة الفلانية ماكو فساد ماكو. الفساد انتشر بشكل فظيع. أتفق 50% مع أستاذ فيصل، ربما فردية لكن علاج ماكو. أنت من ما تعالج أي قضية، حتى هاي الغدة السرطانية من ما تعالج بمكانها الشيخ يقول لك علاج سهل، ما تغسل البلد بهالطريقه يعني. وين الصعوبه؟ ظاهره، ظاهره اصبحت يعني، ظاهره. انا هسه حاليا انا بمكانتي الاجتماعيه والسياسيه في كثير من الامور نروح ننطي فلوس يلا نكمل شغلاتنا، ما تجي الشغل ما يكمل يعني. تنطي فلوس حتى بل تمشي الشغل فلوس. وزير ما ادري حاضر اكو رابط بالموضوع، لا وزير ولا وكيل، اكو رابط بالموضوع، شخص موجود هو تدفع له هو يعني. هذا اللي ياخذ منك فلوس ما يخاف؟ اللي ياخذ منك أصلاً فلوس ما يخاف، لانه يدرون ماكو علاج. هذه النقطه. النقطه الثانيه، اتفق مع الخمسين الاخر مع الاستاذ فيصل يعني، احنا عملنا بالوزارات والسيد احمد ايضا عمل بالوزارات الماليه بعد ادرك يعني. احنا مثلا في بالوزاره عندنا كان كارثه، الرقابه الماليه ما تسمح على دينار واحد، وابو الرقابه الماليه وقع بالاحمر.